هنروح لحضراتكم لموضوع آخر. النهاردة تحديدا 26 يوليو بتحل ذكرى وفاة واحد من أهم المخرجين وواحد من أهم رواد الواقعية، واللي قدم مجموعة مهمة من الأفلام زي الحريف، زوجة رجل مهم، خرج ولم يعد، ورحل عنا تحديدا 26/7/2016. هو العبقري محمد خان، صاحب التجارب السينمائية المميزة جدا. وفي ذكرى وفاته خلينا نتابع مع حضراتكم هذا التقرير. هو أحد رواد الواقعية، فنان بدرجة مبدع، عشق الفن فأبدع أفلاماً خالدة. هو المخرج الكبير محمد خان الذي يصادف اليوم ذكرى رحيله. ولد محمد خان عام 1942 لأب من أصول باكستانية وأم مصرية. عشق الفن منذ طفولته، لكنه لم يكن يحلم يوماً بأن يصبح مخرجاً سينمائياً، حيث كانت الهندسة المعمارية هي حلم طفولته. في عام 1956 سافر إلى إنجلترا لدراسة الهندسة المعمارية، وشاءت الأقدار أن تنشأ بينه وبين شاب سويسري صداقة قوية. وكان الشاب مغرماً بالسينما، واستطاع التأثير في خان الذي غير منهج حياته فجأة ودرس السينما في لندن. بعد مرور 7 سنوات عاد للعاصمة المصرية القاهرة، والتقى بجيل العمالقة أمثال صلاح أبو سيف ومصطفى محرم وهشام النحاس، وتأثر بهم إلى حد كبير. وفي عام 1978 قدم أولى تجاربه في السينما المصرية، فيلم ضربة شمس من بطولة الفنان نور الشريف، وحقق هذا الفيلم نجاحاً كبيراً وقت عرضه. توالت بعد ذلك أفلام محمد خان ولمع اسمه على الساحة الفنية، وقدم عبر مسيرته الفنية ما يقرب من 30 فيلماً، أبرزها الحريف، زوجة رجل مهم، وخرج ولم يعد. محمد خان طبعا واحد من اهم المخرجين اللي جابتهم مصر، وليه اعمال كتير قوي تظل يعني موجوده في ذاكره السينما والدراما المصريه.